عبر محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري عن شكره وامتنانه للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد إلى منزله للإطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرا. وقال أنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي، بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية.